بالمناسبة كابتن ميمي، قبل ما اطلع فاصل، انت رأي ايه رأيك في مارسيل كولر بشكل عام؟ انا قلتها قبل كده، معاه مدرب كويس جدا، قلت لك نمرة واحد، يعتبر من المدربين الكويسين جدا اللي يجوا. يعني مانويل جوزيه كان معاه كتيبة من اللاعبين غير عادية بصراحة، مجموعة لاعبين اللي يعتبر عصر الذهب. هو النهاردة بصراحة برضو بيطوع مجموعة اللاعبة، يعني رامي ربيعة برضو لقيته رجع تاني صح في أوقات معينة، وياسر إبراهيم قعد شوية، محمد هاني كان بعد قوي، محمد هاني كان بعد قوي 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 قوي، صح. النهاردة محمد هاني، حسين الشحات كان بعد وبقى حسن الشحات كان بعد، وبرضو واخد كهربا بعد ما كان موقوف يعني 7 شهور ما بيلعبش كورة، فالراجل برضو في لعيبة برضو ليه بصمة في مجموعة من اللاعبين. طب على ذكر ما ذكرته ده، لو انت هتقيم مين الاثنين دول من اعظم المدربين الاجانب اللي جم مصر، ما فيش خلاف يعني، مارسيل كولر وإيمانويل جوزيه، بس لو هتقارن طبقا للظروف المختلفة اللي الاثنين اشتغلوا فيها، مين افضل؟ كولر. مارسيل كولر. اه ليه بقى؟ صورتين اهو. كولر. اه بصراحة إيمانويل جوزيه كان معاه راجل مدرب كبير وراجل كويس، وانت فاكر ماتش ريال مدريد طبعا لما كان برضه هنا موجود 2001 على ما اظن 1-0 صنديه، الله ينور عليك طبعا. فهو كان معاه تيم، كان معاه تيم كويس جدا. انت فاكر بركات، بركات بفرقه يعني، بركات وعماد النحاس ومجموعه كبيره، وابو تريكه ومتعب وشوقي ومحمد رمضان واحمد حسن ومحمد شوقي. انت عارف، خدت بالك انت يعني محمد شوقي برضه، سيد معوض، من ضمن سيد معوض، من ضمن الناس اللي كنت يعني، كان الدكتور محمد علي الله يرحمه، قلت عندك برضه رشح، اللي كان محمد شوقي ترشح يعني برضه في منتخب مصر 97. انت شايف ان مارسيل كولر افضل من مانويل جوزيه؟ يعني بصراحه شغله زي ما هم كلهم بيشتغلوا كويس، انما هو يعني في مجموعه اللعيبه في الوقت اللي احنا فيه، الكره طبعا بتتطور كل يوم عن يوم، طبعا طبعا السرعه والقوه، بس فرق المواهب اللي كانوا مع مانويل جوزيه مختلفين عن المواهب، مواهب كبيره يعني. يعني الاثنين، عشان برضو نكرر الكلام واتصور الكابتن ميمي يتفق معايا، الاثنين من اعظم المدربين الاجانب اللي جم مصر. لا، الاثنين مدربين كويسين جدا طبعا. وخلي بالك برضو في حاجه معايا كانت من زمان، وفي ماتش بتاع الاهلي 2-2 مانويل جوزيه في المؤتمر الصحفي اتكلم، قال لهم انا شفت مدرب كفء شغال في الماتش ده كويس جدا بصراحه، اللي هو في 2011 كانت مباراه سموحه، كانت مباراه سموحه. انا كان سموحه عملت فيها مباراه. انت لعبت مع جوزيه ولعبت مع كولر صح؟ لعبت مع جوزيه ومع كولر ومع حسام البدري. بس جوزيه وكولر تحديدا في ارض الملعب، مين فيهم كنت شايفه بيبقى عصبي اكتر؟ مانويل جوزيه. مانويل جوزيه كان مانويل جوزيه. في اوقات معينه كان بتاع ده، الراجل ده، الراجل ده هادي جدا. مين بقى اللي عنده تريكات في الملعب كده بتحسها وانت وانت جوه الماتش، يعني بيعمل تريكات تكتيكيه كده تقول ده جامد جدا؟ لما لعبت مانويل جوزيه ولعبت مارسيل كولر، لما انت لعبت قصادهم الاثنين، مين اللي كان بيعرف يلعب معاك تكتيكيا في الملعب وشويه من شويه خدع كده؟ مانويل جوزيه. مانويل جوزيه. مانويل جوزيه. اه كان مميز يعني مميز. بصراحه مميز برضه في الحته دي يعني، برضه في تغييراته. هو يتخذ على كولر حاجتين بصراحه، وعالجها في الماتش الاخير لو انت تلاحظ التغييرات، لحق نفسه بالتغييرات طبعا بصراحه يعني. يعني انت مثلا موضوع 70 موضوع 80 النهارده للتدريب طبعا اتطور، الجي بي اس والكيبل والاجهزه والاجهزه البدنيه والاخصائي والتحليل البدني ومعدلات الجري والنبض والكلام ده، وامتى يخرج وامتى الكلام ده اللي هي بتطلع له بالنسبه له. بس هو مارسيل كولر لما اتسال على موضوع التغيير دي قال يا جماعه انا مدرب وببقى شايف الفرقه بتاعتي ومفيش قانون بيقول ان التغيير لازم يبقى بين الشوطين او هو طب ما هو انت الماتش، طب انت الماتش اللي فات لحقت نفسك ونشطت بعد 2-2 نشطت بدري على ما اظن، عمل تغييرات في الدقيقه 60 خدت بالك، غير الدقيقه 70 نشط بدري. طب انت بتقول لي يقعد عليه في حاجتين، قلت لي موضوع التغييرات، ايه تاني؟ بالنسبه له موضوع التغييرات، هو التغييرات برضه، التغييرات لانه بيتاخر يعني. هو مثلا ايه، انت ما انت ما هو انا في مشكله بالنسبه لنا تثبيت تشكيل على انه راس، بس ما انت في الروتيشن اللي اتعمل هو مثلا بيعمله ورجع ليه بالنسبه له يعني. هو اكرم توفيق لعب عمل مجهود وبعدين وكان كويس يوميها. خلي بالك اللاعب اللي بيبعد عن الكوره لمده شهر او حاجه ويشتركش وتديله اول مباراه يعملها مباراه عاليه جدا صح، جعان، تيجي تاني جعان مباراه كرة. تتلاقي المستوى بتاعه قل صح، خدت بالك انت؟ هو كان بالمخزون بتاع الحماس، المخزون بتاع الحماس اللي عنده، بس الحاله البدنيه هتبان في المباراه، والمخزون البدني بتاعه طبعا. فهو عمل صح. فهو بس الحته دي اللي هو كان مثلا ايه يعني، زي انت النهارده مثلا مين يقعد الشناوي
فيش. ما مش هيقعد الشناوي يعني. هو يوم ما عمل برضو مصطفى شوبير يوم ما لعبوا ماتش المغرب ده الذهاب، الذهاب قعدوا لاعب الشناوي في الراجل تألق ولعبه كان صح. برضو ترجع بقى لايه؟ خبرات الشناوي صح، القياده صح، الوضع الطبيعي. على دليل برضو انا بحييهم مش عمليه حاجه اللي هم خرجوا من كاس الرابطه اتحاد النادي الاهلي طبعا ما ده قرار تخطيط، لان في نقطه ده النادي الاهلي هو النهارده في حيثياته، هو دلوقتي بيلعب كل ثلاث ايام ماتش صح. يعني هو امبارح عمل، يعني هو امبارح طبعا عمل استشفاء سمعت ان هم عملوا عمره عمل عمره تمام صح، بعد كده توجهوا للامارات هيعمل بين الصفا والمروه والكلام ده خلاص على فيش تمرين، هيعمل تدريبه بكره في الامارات وبعد كده يلعب الماتش تاني. انا لو انا منه انا لو اقول لك بجد لو منه بالنسبه له اللعيبه هتيجي تقعد ولا تمرين، لان انت هتعمل التيم بتاعك هو هو يعني دي يوم اجازه بكره في مخزون في مخزون عنده في مخزون عنده انت هتقعد مثلا بالنسبه لهم هتمشيهم في الملعب ماشي خدت بالك انت بلاش هتعمل مثلا ايه شويه مثلا ايه شويه حاجات بسيطه العاب صغيره ما فيش حتى يبعدوا عن الكوره لان ممكن يوصل لهم مرحله تشبع لان المجهود اللي عملوه في كاس العالم لا واللي عملوه بعد الماتش صح في الفرحه يعني كمان ده تحسبه معاك مجهود ده احساس ده طبعا انت ده اللعيبه بتنسى نفسها اللي بيجري سبرنت على الجمهور واللي واقف طبعا انت عارف اللي هو برضه بيضرب بيعمل هوبنج برجليه واللي بينط فوق التاني كوكو ومزه بالسرعه واللي يحضن التاني واللي يجري ورا التاني واللي يجري خد الموضوع الاحتفالات دي نص ساعه صح تعتبر مجهود من التمرين تعتبر مجهود فبيرجع بقى استعاده الشفاء في الكلام ده فهو النهارده تفرق معاه كمان اليومين لدرجه النادي الاهلي طلب يخلي بس كان نظام معمول ان يبقى المباراه يوم الثلاث بس هو الكابتن عامر قال لي ما ينفعش كان صعب كان في اتفاقات وفي اعلانات صح وفي تلفزيونات وفي الكلام ده صحيح فدي المشكله يعني